الله أعلم بما وضعت. والله أعلم بما وضعت. وليس الذكر كالأنثى. سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا قال يا مريم أنى لك هذا Oh,
هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء هنالك دعا زكريا إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشره بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا Thank you.
قال كذلك الله يفعل ما يشاء. كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعلني آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا.
واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. كذلك الله يفعل ما يشاء. Yeah.
إن الله اصطفاك وطهاك واصطفاك على نساء يا مريم اقنعتي لربك واسجدي وارتدي ذلك من أنباء الغيب ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم يستقيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين ولم ينفسني بشر
رب أنا أكون لي
ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية وجئتكم بآية
قال من أنصاري
Yeah.
كما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. والله لا يحب ذلك نفسه عليك من ذلك نسلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. مثل عيسى عند الله كمثل آدم. إن مثل عيسى عند مثل آدم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والحكيم. إن مثل عيسى خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. الله الله الله
أول مرة في التاريخ. أفلا عيش عند الله كمثل
الحق من ربك فلا تكن من الممتنين. Thank you.
يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة Oh.
لما تلبسون الحق
النبي تمدود بسم الله الرحمن الرحيم. لما تلبسون الحق للباطل وتكتمون الحق أنتم تعلمون. وقال صدق الله العظيم.